Bonjour. Bonsoir plutôt. Je sais que tu sais. Et tu sais que je sais. هاد النهار غادي نهضركم على واحد لا مالادي تتقيس تقريبا 70% ديال الاوروبيين. هي لابانديسيت. لابانديسيت هذاك المصيرنا اللي عندنا قدام لو سيكوم ا دروات تتوقع فيها التهاب ويكون فيها شي ميكروب وتتقيح. لابانديسيت 7% ديال الاوروبيين مقيوسين بها. ولابانديسيت تيموت فيها واخا العمليه 1 في 1000 من الشيوخ. اذا كان واحد كبير راجل كبير ولا مراه كبيره وعندها جاتها لابانديسيت تتموت فيها 1 في 1000. لابانديسيت سي كوا؟ هي اللي قلت لكم هي التهاب ديال داك المصيره الصغيره اللي قدام لو سيكوم. يمكن لي نقول لكم تصاور غتشوفوها فين ما حبيتي، ولكن القصه ديالها علاش حبيت نهضر عليها؟ لان عشت معها مزيان في حياتي. انا من الاول اللي كنت ضحيه، كنت غنكون ضحيه ديال الصاله العمليه. كنت مازال تنقرا في الليسي في الثوازيام الليسي، وخبت واحد الحريق ما فيه ما يتشاف في الجن ديال اليمين. حتى جات لومبيلونس هزتني من البطحه داتني لوبيتال كوكار، وتما صافي قرروا غادي يفتحوا لي، داروا لا كاميزول وداكشي صافي. بالعشيه غادي يجي يفتح لي لو شيروجيان لان كنت واكل. ساعه جاب الله بفضل الله جا واحد بان واحد سيد صاحبي الله يذكره بخير، الله يرحم له الوالدين، حيت ما كانوش والديا في الرفاس. جا لعندي لوبيتال كوكا هو وبا، وخدا المسؤوليه ديالو. قال له انا هذا ما تفتحولوش هنا، اعطيه لي نديه. جا وقال له الطبيب سنيالي، قال لي خليه يمشي خذ هذاك هذاك بحال با. وطلعني حتى لدار الطبيبه، ومني شفت الطبيب اللي قلبني في دار الطبيبه قال لي نو سي با اون ابانديسيت سي اون كوليت. وكليت الدواء وخرج. الى يومنا هذا مازال عندي داك لابانديس جالسه معايا، وانا جالس معاها وتنتحبو تحبني وتنحبها. تخي بيان. هادي علاش نهضر لكم على هذا الموضوع. هذا الموضوع انا تقول لكم ملي كنت في البغوفي. الثاني هو الموضوع اللي خلعني. واحد النهار كنت جالس في واحد البير قدام واحد البير، وما جا عندي واحد من اصدقاء ديالي هاز 5 ديال الدوايات ووصل عندي حتى داك قدام داك البير. الله يخليك السي تازي، كنت طبيب ديك الساعه فهمك بان سون ان بون ميدسان. شكر راسو من هنا داز. كنت ان تري بون ميدسان، وجا عندي قال لي الله يخليك انا مشيت شفت بزاف الاطباء شوش حال ديال الدوايات عطاوني، ودابا ما عرفتش شنو عندي هنا في هذا الجن ديالي. والله ما نعس الا تقريبا في الارض فوق واحد الخشبه وقلبت تما فوق نادي. قلت له دابا خصك تمشي تعمل نيميراسيون فورميل، دابا يمكن تفتح. طلعنا صوب لا نيميراسيون فورميل اون هيبر لوكوسيتوز ترمومتر واحد 38 دوغري لا لونغ chargé les douleurs abdominales et tu lui appuies sur la fosse iliaque droite, il a très mal. Donc ça a chili qu'un. On a tendu comme à la 78 هادي 38 عام. عندك حسابكم الطب تبدل. مازال انا قابل ومازال عارف. حاصل وصلت عند البروفيسور حمدوش زين الدين. ها هو هذا تاعي صاحبي وصديقي وكنقرا معايا. قلت له حمدوش هاش؟ قال لي لا 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 سي با اون ابانديسيت غادي. قلت له لا حمدوش الله يداري. قال لي عرفتي شي جو في تفيغ بليزيغ، غادي نفتح له غدا في الصباح باش ما يدخل هو الاول للصاله د العمليه، لان لا سال دوبيراسيون ما خصهاش تكون ان سيبتيك افون، لان كاين قوانين ديال العمليات الناس تيغلطوا فيهم. انا تنفتح من 8 الصباح ل 8 الليل تبدا غوتشي سيغوت هكذا. نو قوانين. قال لي انا غادي نفتح له هو الاول، لانه انا متيقن بانه ما عندوش لابانديس، غادي نزولها له. لانه زعما كنتي مقتنع وانا ما مقتنعش. فعلا الله غدا فتح له، بعيط لي بلي بو ميت. قال لي امي مشاو لي داك العمليات كلهم ديال هاد النهار. علاش؟ قال لي جبت جوج لي ترو لقيح في قلب كرشو على رقبتي هادي بنيه، ومازال هادشي يبدا عايش ومازال يشد. مازال نعيطلوش لان تيحبني واحد المحبه لا تتصور. 3 شهور وحنا دايرين لو تويو تيزول اللقيح من كرشو. فوالا اون ابانديسيت كو جي فو. اي لا تخوازيام اللي دوختني كاع تماما، واحد الشابه واحد الغزاله من مرا دخلت تتقيا لسانها شارجي
دي دولار ابدومينال ما عرفناش داكشي قلبناها فريمون سيتي ديفيسيل. وقلت لها هادشي هذا يلاه هادي شي 3 سنين ولا 4 سنين ما يكون باس لا با سي با غراف داكشي هذاك لا صاب الحق طلعت لها السخانه اللي بير لو كوسيتوز ما عرفناش نعملو. جا واحد الاستاذ ديال الجراح وعمل لها سيريوسكوبي. هي شنو عندها دخل لها واحد تويو صغيور في كرشها بالبنج وشاف وجب لا بانديسيت قبطتها فاين في الظهر ما يمكنلكش تقلبها. دونك علاش نهضر على هذا الموضوع؟ هذيك لابانديس تيقول لك عمليه بسيطه خلاص عاد تبدا تطبق وزير. لا سيدي هذاك واحد لو دياغنوستيك التشخيص ديالها ما كاينش ما صعب منه لانه الملامح اللي فيها قليله نوزي فوميسمون لونغ شارجي دولور ابدومينال بس هذا كل شيء تعرفوا قريناهم للكاد طلبة ديال الطب من الأول حتى كلهم تعرفوا. ولكن باش تكون متيقن بأنهم 100% سيت فينا بانديسيت وزال بحيث أنه كاين بزاف ديال المشاكل. بعد ما عندك ذاك البتيت ابانديسي يجي قدام لافيسي قدام الجبنة أو تجي المرأة تجي أحرق البولة وهي ما عرفاش بأن عندها أون ابانديسيت. بعد ما تكون المرأة حبلة وذاك الوليد تيكحز قدام لابانديسيت وحدة تيمكن لا تسقط عليه. هذا تيقولوا من الاحسن المراه ملي تجي تزوج من الاحسن تزوج لابانديس واخا تكون ماشي مريضه باش ملي تدخل تكون مهنيه على حبلت. بعد ما تجي عند واحد راجل شارف وداك اللي السين ما تيبانولوش بعد مره داك لابانديسيت تجي في ظهر الكبده داك لو سيكوم تيطلع لظهر الكبده وبقى تقلب ما غاتجبر حتى حاجه وبلان تيتقيا شنو هو واش نفتح واش ما نفتحش. الوغ الحاصل وبيه كاين شي تحاليل عاد خلاقو والحمد لله اللي خلاقو. هذيك التحاليل هي ليكوغرافي ولو سكانير واش 100% خصني نديرهم دوبون شاك ابانديسيت ولا ما خصنيش نديرهم. هادي هي الموضوع. خصكم تعرفوا بانه ليكوغرافي تقريبا تدور حوالي 500 درهم ولو سكانير الى حبيت تصوب تدور حوالي 1500 درهم. وخصو يكون طبيب ماهر اللي تيعرف يعمل لو دياغنوستيك ويعرف يشوف. هادو هما المشاكل اللي تيتحطو في لابانديسيت. الوغ واش كل واحد جاتو اون ابانديسيت تيمكن لا تبرد وحدها تيمكن لك ما خصكش تحل هذاك النهار تيخصك تخلي لي كلاصون وتسنى حتى الا كان ان بلاستون هي انه المصارم ديال بنادم تيتجمعو داك الشيء وتيتكيو على داك لابانديسيت تتبرى ولا يعمل الله تعالى الخير عندك باش تحلها. يمكن تفر على شي عرق تفر على شي مسران تنديروا لها لي غلاسون تبقى 24 ساعه تكون تحت الملاحظه الطبيه. الو الموضوع ديال لابانديس عدد الناس ما فاهمينوش وتينوضوا يغوتوا في لي فيسبوك في لي واتساب في لي ميسنجر هذا ظلمني هذا تشمني هذاك موضوع تيكون بالاطباء تيدرسوه. وتيمكن هذاك الطبيب يكون على خطا هو ماشي على خطا غير بعوض الامور وتيكون الطبيب بعض المرات ماشي على خطا وتتوقع المصيبه. ولهذا علاش حبيت نهضر على لابانديسيت لانه موضوع مهم. ما تكونش غلطين ولا بدات تتوقع انت توقع مشاكل ولا بدات تكون دي زونكيت مزيان اللي بنادم تيتشكى منها. هذاك السيد اللي هضر في واتساب قولوا الحمد لله اللي مازال عايش اللي خرج على رجليه. الو واش نفتح ابسولومون هين تشك في لابانديسيت نفتح نو سا كوت بوكو عاد تفتح على لابانديسيت بالعمليه الفتح هي بين 8000 درهم وزايد. ولكن لا سوبتي بار سيريسكوبي سي موان دونجرو. فوالا جي دوني اون بتيت اكسبليكاسيون با كومبليت جو فوز الي كومبروندر كو جو فولي جوست اكليري بوكو دو مي زامي بوكو دو مي كونفرير éclairer aussi tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux que je remercie et que j'aime et que je dirai pour conclure. Vive les Marocaines, vive les Marocains et vive le Maroc !